بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل متفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا: الجواب من وجوه. أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتاً في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتاً في محل خلاف قط لزم أن يكون حراماً إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالاً، وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كان ثابتاً ولو في صورة، فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه، فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتاً في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذوراً فيه، فلا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعاً من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جواباً عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وبعد أن فرغ رحمه الله من الكلام على أسباب الخلاف بين الأئمة، وذكر 10 أسباب، وفرغ من الكلام على مسألة ما إذا ورد وعيد في خبر من الأخبار
فخالفه بعض الأئمة، فهل يلحقهم الوعيد الوارد في هذا الخبر أو لا؟ وقرر أن الوعيد لا يلحقهم، وقرر ذلك بأدلة وكلام النفيس لا يوجد عند غيره رحمه الله. لما انتهى من ذلك حصل مقصوده من رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإن مقصوده من تأليف هذا الكتاب أن يبين أعذار العلماء في المسائل الاجتهادية، وأنهم لا يلحقهم الملام. فلما فرغ من ذلك انتهى مقصوده، ولو أنهى الكتاب عند هذا الحد لحصل المقصود، لكنه أورد اعتراضاً افترضه رحمه الله، ثم أجاب عنه باثني عشر وجهاً. وهذه الوجوه الاثنى عشر عدها في بعض كتبه أسباباً، فذكر رفع الملام، وذكر أنه أورد فيه أكثر من عشرين سبباً، فجمع العشرة الأسباب التي ذكرها في أول الكتاب مع الاثني عشر وجهاً التي ذكرها في آخر الكتاب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قدرة فائقة على الاستدلال وانتزاع وجوهه من النصوص، وعنده قدرة كبيرة آتاه الله سبحانه وتعالى إياها على نقض الاعتراضات التي يوردها الخصوم والجواب عنها من وجوه متعددة، كأنه بحر متلاطم يأتي الاعتراض من كل جهة، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما آتاه الله من المواهب الفطرية والذكاء الشديد، حتى إنه جاء في سيرته أنه من شدة ذكائه كأن عينيه لسانان ناطقان من شدة ذكائه رحمه الله. وهو يورد الاعتراضات بعدما خبر اعتراضات المخالفين وجادلهم فيها وناظرهم ونقضها في كتب مطولة ومختصرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عن هذه الأمة خيرا. والاعتراض الذي أورده رحمه الله في هذا الكتاب أنه لما بين أن الأئمة لا يلحقهم وعيد بمخالفة الأدلة لوجود الأعذار المقتضية لذلك والتي تقدم شرحها، ذكر أنه قد يقول قائل أحاديث الوعيد تحمل على المسائل المتفق عليها، أما المسائل المختلف فيها فلا تدخل في الوعيد، وذلك حتى لا يدخل الأئمة المجتهدون في الوعيد الوارد في هذه الأحاديث. فصاحب هذا الاعتراض يريد أن يوجد مخرجاً للأئمة، ليس كذلك؟ فيقول هذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد تحمل على المسائل المتفق فيها، المسائل المجمع عليها، فإذا خالف إمام من الأئمة مسألة فيها وعيد وهي مجمع عليها فإنه يلحقه الوعيد، أما إذا خالف في مسألة اجتهادية فإن الوعيد لا يلحقه، لأن أحاديث الوعيد محمولة على ماذا؟ على المسائل المتفق عليها، فلا يدخل فيها المسائل المختلف فيها. وصاحب هذا الإيراد ماذا يريد؟ يريد أن يوجد للأئمة مخرجاً في عدم لحوق
الإثم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن هذا الاعتراض اعتراض غير صحيح من عدة وجوه، بل أحاديث الوعيد يدخل فيها المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها، وذكر لذلك 12 وجها. وهذه الوجوه وجوه دقيقة تحتاج من طالب العلم أن يركز فيها وأن ينتبه في فهمها، وهي أدق ما في هذا الكتاب من حيث الفهم، من حيث الحاجة إلى تدقيق النظر ولحسن الفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على حسن التفهيم وحسن الفهم. الوجه الأول لحاصله أن جنس التحريم له حالان، ومقصوده بجنس التحريم التحريم الذي ورد فيه وعيد، والتحريم الذي ليس الذي لم يرد فيه وعيد. فجنس التحريم له حالان، الحال الأولى أن يكون ثابتاً في مسألة هي أو أن يكون ثابتاً في محل الاتفاق بين العلماء فقط دون مسائل الاجتهاد، وهذا باطل لأنه يلزم منه لازم باطل، وهو أن التحريم لا يكون إلا في المسائل المجمع عليها، أما المسائل المختلف فيها فلا يثبت فيها التحريم. هذه هي الحالة الأولى، وهي كما عرفنا أن يكون جنس التحريم لا يثبت إلا في المسائل المتفق عليها، أما المسائل المختلف فيها فلا يثبت فيها. وهذا القول باطل، وذلك لأنه يلزم منه لازم باطل، وهو ماذا؟ وهو أن التحريم لا يثبت إلا في المسائل المجمع عليها. ويترتب على هذا مسألة خطيرة، وهي أن مسائل الخلاف لا يثبت فيها تحريم، وبهذا يفسد الدين وتنفرط الشريعة إذا قيل إن التحريم لا يثبت إلا في المسائل المجمع عليها. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون جنس التحريم ثابتاً في المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها كذلك، وحينئذ لا يخلو الأمر من صورتين. الصورة الأولى أن المجتهد إذا خالف الحديث الذي فيه وعيد يلحقه الذم والعقوبة، وهذا لا يصح لما تقدم من الأدلة في المسألة السابقة من أن المجتهد إذا لم يتعمد مخالفة الحديث الذي فيه وعيد فإنه لا يلحقه الذم والعقاب، فالاحتمال في هذه الصورة لا يصح. الصورة الثانية أن المجتهد إذا خالف الحديث الذي فيه وعيد لا يلحقه الذم والعقاب، وهذا هو الصحيح، فلا يلحقه لا يلحق المجتهد وعيد إذا خالف في مسألة قد انعقد عليها الإجماع، أو خالف في مسألة
هي محل اجتهاد بين العلماء. وإذا لم يلحق المجتهد وعيد، وانتبه لهذا، إذا لم يلحق المجتهد وعيد فإن المستفتي أو الفاعل لا يلحقه وعيد من باب أولى، وذلك لأنه أيهما أشد، اعتقاد عدم التحريم أو فعل الشيء الذي نهي عنه؟ الاعتقاد. فإذا كان المعتقد لعدم التحريم وهو المجتهد لا يلحقه الذم والعقاب فإن الفاعل يكون من باب أولى. هذا حاصل ما قرره رحمه الله في هذا الوجه. وبناء على هذا أسأل، هل أحد لم يفهم هذا الوجه؟ أو أعيد السؤال بصورة أخرى، وهو هل أحد فهم هذا الوجه؟ فإذا تصورت هاتين الحالين والصورتين في الحالين السابقتين وأعدت قراءة كلامه رحمه الله ستجده واضحا بإذن الله تعالى. فهو يقول، لنأتي إلى كلامه، يقول جنس التحريم، والمقصود بجنس التحريم كما عرفنا التحريم الذي ورد فيه وعيد والتحريم الذي لم يرد فيه وعيد، إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا. هنا يذكر ماذا؟ يذكر الحالين، وهما أن يكون ثابتا في محل متفق عليه أو محل مختلف فيه. فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف، هنا يتكلم على الحال الثانية التي ذكرها هنا، وهي الحال الأولى التي ذكرناها وهي المجمع عليها. إن لم يكن ثابتا في محل خلاف، بمعنى أنها مجمع عليها، إن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم، يعني ترتب على ذلك لازم باطل، وهو ألا يكون حرام إلا ما أجمع على تحريمه، يعني لا يكون حرام إلا ما أجمع العلماء على أنه محرم. فكل ما اختلف في تحريمه يعني بناء على هذا القول يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وهذا فيه رد على الذين يحتجون بوقوع الخلاف في الاستدلال على الإباحة، وأن الأمة مجمعة على أن الخلاف لا يحتج به على إباحة المنهي عنه. هذه هي الحالة الأولى، وهي ما إذا كان جنس التحريم في شيء متفق عليه. ثم ذكر الحالة الثانية، وهي ما إذا كان جنس التحريم في شيء متفق عليه أو مختلف فيه، فقال وإن كان ثابتا، لاحظ، يعني وإن كان جنس التحريم ثابتا ولو في صورة، يعني ولو في مسألة من المسائل، فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين، فحينئذ سيذكر له حالين. الحال الأولى، قال إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته، هذه الصورة الأولى، أو لا، يعني لا يلحقه ذلك، وهذه الصورة الثانية. فإن قيل إنه يلحقه، يعني يلحقه الذم والعقاب، فالتقدير أن ذلك لا يصح، ويبدو أن الكلام هنا فيه سقط، وقد راجعت عددا من النسخ فوجدت هكذا. فالتقدير إن قيل إنه يلحقه، هذه الصورة الأولى، فإن ذلك لا يصح. لماذا لا يصح أن يلحقه الذم؟ ها؟ للأدلة التي تقدمت في المسألة السابقة، من أن المجتهد إذا خالف خبرا فيه وعيد باجتهاده لا يلحقه ذم. أو قيل إنه لا يلحقه،
يعني لا يلحقه الذم، وهذه الصورة الثانية. فكذلك التحريم الثابت في الوعيد اتفاقا، يعني في المسائل المتفق عليها، والوعيد الثابت في محل الخلاف، يعني في المسائل المختلف فيها، لا يلحقه تقدير الكلام، لا يلحقه الذم والعقاب على ما ذكرنا من التفصيل، يعني على ما تقدم من التفصيل، من أن نعتقد في أحاديث الوعيد تحريم العمل، ونعتقد أن المجتهد المتأول معذور ولا يلحقه الإثم. هذا هو حاصل الوجه الذي ذكره رحمه الله. ثم ذكر في آخر هذا الوجه أن المجتهد إذا كان معذورا فإن من أتى بالفعل معذور من باب أولى. ثم انتقل للوجه الثاني. الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. نعم، هذا هو الوجه الثاني، وهو مشتمل على عدة أمور يقوي بعضها بعضا. الأمر الأول أن الفعل الذي ورد فيه وعيد لا يدخل في حقيقته الإجماع عليه أو الخلاف فيه، بل الإجماع والخلاف خارجان عن حقيقة هذا الفعل، فلا يصح أن يقال إن الوعيد لا يكون إلا على فعل، على أمر مجمع عليه. هذا الأمر الأول، وهو أن الوعيد، أن الفعل الذي ورد فيه وعيد لا يدخل في حقيقته الإجماع أو الخلاف، فكونه مجمعا عليه أو كونه مختلفا فيه هذا لا يدخل في حقيقة الفعل، وإنما الإجماع والخلاف أمران خارجان عن حقيقة الفعل، فلا يصح أن يقال إن الوعيد لا يترتب على الفعل إلا إذا كان مجمعا عليه. هذا الأمر الأول، وقد ذكره في أول كلامه في قوله إن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، يعني عن الفعل المتوعد عليه الذي ورد فيه وعيد، وإنما هي أمور إضافية يعني نسبية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، يعني من عدم العلم بالاتفاق أو عدم العلم بالخلاف. الأمر الثاني أن القول بأن الوعيد الوارد في بعض الأخبار يحمل على المسائل المجمع عليها دون المختلف فيها، هذا فيه تخصيص للفظ العام
الوارد في الحديث، وقصر له على بعض أفراده، قصر له على بعض أفراده، وهو المجمع عليه. والتخصيص، وهذه من قواعد التخصيص، لا يثبت إلا إذا قام عليه دليل، فإذا لم يوجد دليل على التخصيص فإن التخصيص يكون صحيحاً أو لا يكون صحيحاً، لا يكون صحيحاً. وهذا الوجه ذكره في قوله، واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة الخطاب، فبناء على هذا لا يجوز تأخير البيان عن لا يجوز تأخير الدليل على التخصيص نظرا لحاجتهم لذلك. الأمر الثالث في هذا الدليل أنه لو كان المراد بالوعيد ما أجمع العلماء عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة إليه، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه، وهو لم يذكر للصحابة رضي الله عنهم أن الوعيد الواردة في الحديث، لم يبين لهم أن الوعيد الواردة في الحديث خاص بالمسائل المجمع عليها. فلو كان الوعيد الوارد فيها خاصا بالمجمع عليها لكان هذا فيه ماذا؟ فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا الأمر ذكره في قوله فلو كان المراد باللفظ العام إلى آخره. ويمكن أن نضيف وجها رابعا يتعلق بهذا، يمكن أن نضيف أمرا رابعا يتعلق بهذا الوجه، وهو وانتبه معي أنه لو كان المراد بالوعيد في الأحاديث التي ورد فيها وعيد المسائل المجمع عليها فقط لترتب على ذلك أن الوعيد لا يتحقق إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانعقاد الإجماع، لأن الإجماع متى ينعقد؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن هذه الأحاديث من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى حين انعقاد الإجماع يكون لها دلالة أو لا يكون لها دلالة؟ لا يكون لها دلالة، وهذا باطل، فهذا فيه إبطال لدلالات النصوص. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع آخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على استدلال قبله، إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه،
فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد. وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا. نعم، حاصل هذا الوجه أننا لو قلنا إن أحاديث الوعيد تحمل على المسائل المجمع عليها دون المختلف فيها، فإن الإجماع في المسائل المجمع عليها لا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل يستند عليه، سواء علم هذا المستند أم لم يعلم، فالإجماع لا بد له من مستند، ومستند الإجماع هو الحديث الذي ورد فيه الوعيد. وإذا قلنا الوعيد لا يدخل فيه إلا ما أجمع عليه، صار لا يحتج بالحديث إلا متى؟ إلا بعد انعقاد الإجماع، والإجماع لا ينعقد إلا إذا كان له مستند وهو هذا الحديث، فيكون هذا دورا لا يحتج بالحديث إلا إذا ثبت مستنده، ولا يثبت ما فيه من الوعيد إلا إذا حصل الإجماع، وهذا دور فاسد، لأنه يؤدي إلى أن الحديث لا يصح الاستدلال به، ويترتب على هذا تعطيل النصوص وإفسادها، وهذا باب خطير يؤدي إلى أن النصوص التي ورد فيها وعيد لا يحتج بها. هذا حاصل كلامه رحمه الله. فإذا عرفنا أين الدور، عرفنا الدور من جهة أنهم يقولون الأخبار التي فيها وعيد لا يحتج بها إلا إذا كانت مجمعا عليها، والعلماء يقولون الإجماع لا بد له من مستند، فلا يحتج بالإجماع إلا إذا ثبت إلا إذا كان له مستند، ولا يحتج بالوعيد الوارد في المستند إلا إذا انعقد الإجماع، فيحصل الدور، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى تعطيل نصوص الكتاب والسنة. هذا حاصل كلامه رحمه الله، وأنا أتمنى أنكم بعد الدرس يرجع كل منكم إلى قراءة كلام المصنف مع تصوره لما ذكر في أثناء الشرح، فسيفهم مراد المصنف رحمه الله. الوجه الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم. ولاحظوا في هذه الوجوه أن شيخ الإسلام رحمه الله ينقض هذا الاعتراض ببيان لوازمه الفاسدة، اللوازم الفاسدة المترتبة عليه، وهو نبه في كتبه أن من الناس من لا يدرك اللازم أصلاً، لا يفهم اللازم، ومنهم من يفهم لازماً واحداً، ومنهم من يفهم اللازم ولازم اللازم، ومنهم من يفهم لازم لازم اللازم، وهكذا بحسب ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من الفهوم وما فتح به عليهم. فشيخ الإسلام رحمه الله كما تلاحظون في الوجوه السابقة وفيما سيأتينا إن شاء الله من الوجوه ليهتم بذكر اللوازم الفاسدة المترتبة على القول الفاسد، لأن القول الفاسد لا يترتب عليه لازم صحيح، وإنما يترتب عليه لازم فاسد. نعم، قال الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، فإذا الصدر الأول لا يجوز لهم أن يحتجوا بها،
بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيراً من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضاً ألا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلاً لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلاً لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة، فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. وإن قيل يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلاً لدلالة النص، وهذا أيضاً خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم، هذا الوجه مؤكد أيضاً للوجوه السابقة، وحاصله أن هذا القول، وهو أن أحاديث الوعيد تحمل على المسائل المجمع عليها، يلزم منه لازم باطل، وهذا اللازم هو أنه لا يحتج بالنصوص التي ورد فيها وعيد إلا بعد العلم بانعقاد الإجماع، فالاحتجاج بها موقوف على على انعقاد الإجماع، والإجماع لا ينعقد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينعقد بعد وفاته، ولهذا يعرفون الإجماع بأنه ماذا؟ اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، فالصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً فيه وعيد فإنهم لا يحتجون به، وهذا يؤدي إلى تعطيل الأحاديث التي فيها وعيد في زمان الصحابة رضي الله عنهم. وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبحث هل في المسألة خلاف أو أنها محل إجماع، وإذا وجد في المسألة خلاف فإنه لا يحتج بالحديث، لأنه على هذا القول لا يحتج به إلا في المسائل الإجماعية المتفق عليها. فإذا وجد خلاف ولو من واحد فإنه لا يحتج بالحديث، وقد يكون هذا الواحد مخطئاً في المسألة، فيكون الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعاً للخلاف والإجماع، وهذا يترتب عليه إفساد النصوص وإبطالها، ويكون المعتبر في الاستدلال ليس هو النص، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الإجماع. ولهذا قال رحمه الله: فإن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن دلالة النص ليست متوقفة على
الإجماع. ولو قلنا إنها متوقفة على الإجماع لا يبقى للنصوص دلالة، وإنما تكون الحجة في ماذا؟ تكون الحجة في الإجماع، والنص ليس له تأثير لا فائدة منه، وإنما الحجة على هذا القول بالإجماع. قال: الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء، فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له: إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد بعض المجتهدين وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة وعامتها، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرماً لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل: احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل زل بزلته عالم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأتباع. فإذا كان هذا معفوًا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. نعم، يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثواباً لم يشاركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب، ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلاً كان أم حقيراً، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. الوجه الخامس أنه لو قيل إن الوعيد الوارد في بعض الأخبار يحمل على المسائل المجمع عليها فقط فإن الأمر لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يراد بالمسائل المجمع عليها المسائل التي أجمع عليها جميع أفراد الأمة المحمدية، والحال الثانية أن يراد بالمسائل المجمع عليها المسائل التي أجمع عليها جميع العلماء، فهاتان حالان. أما الحال الأولى فإنه يلزم منها أنه لا يحتج بالحديث إلا إذا عرف رأي كل فرد من أفراد الأمة، سواء أكان في رأس جبل أو في بطن وادي أو في بادية أو في قعر بحر أو في السماء أو في أي مكان، وهذا قول فاسد. ولهذا قال رحمه الله: هذا لا يقوله مسلم بل لا يقوله عاقل، لأن العلم بهذا الشرط متعذر، فمن الذي يستطيع أن يعرف آراء جميع أفراد الأمة؟ لا يستطيع أحد. ف
فهذا الاحتمال لا يقوله مسلم بل لا يقوله عاقل. الاحتمال الثاني أن يقال المراد بالإجماع إجماع جميع علماء الأمة، وهذا يلزم عليه لازم باطل، وهو أن من قال الوعيد الوارد في الأحاديث يحمل على المسائل المجمع عليها إنما قال ذلك لسبب، وهو ألا يدخل العلماء الذين خالفوا في المسائل الاجتهادية في الوعيد الوارد في هذا الحديث، أليس كذلك؟ ها؟ وهذا السبب الذي جعله يذهب إلى هذا المذهب موجود أيضاً في عامة المسلمين الذين لم يسمعوا بالحديث إذا خالفوه، فإنهم كما في الحالة الأولى فإنهم حينئذ يكونون معذورين، فمحذور شمول اللعنة للعلماء محذور شمول اللعنة للمجتهد للعامة لعامة المسلمين كمحذور شمول اللعنة للمجتهدين، فإذا أخرج المجتهدين من دلالة هذا الحديث يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يخرج عامة المسلمين، وهذا لازم فاسد لأنه يؤدي إلى عدم دلالة الحديث، إلى إفساد دلالة الحديث. ثم لو أراد أن يتخلص هذا القائل من هذا الإلزام بذكر الفرق بين المجتهدين والعامة بأن المجتهدين هم علماء الأمة وأفاضلها فلا يدخلون في الوعيد بخلاف عامة المسلمين، فإن هذا الفرق لا ينفعه لأن تفاوت المجتهدين والعامة في الفضيلة والمنزلة لا يمنع من اشتراكهما في الوعيد الوارد في الحديث، ولا يلزم من كون الله سبحانه وتعالى ولا يمنع من كون الله سبحانه وتعالى يغفر للمجتهد إذا خالف الحديث باجتهاده ويغفر للعام إذا لم يعلم بالحديث، فالتفريق في الفضيلة لا يلزم منه التفريق في الحكم، التفريق في الفضيلة لا يلزم منه التفريق في الحكم. نعم هناك فرق بين المجتهد والعامي، وهذا الفرق هو أن المجتهد حصل منه الاجتهاد وقام بنشر العلم، وهذه مصالح عظيمة، ومخالفته للحديث فيها مفسدة أليس كذلك؟ وهذه المفسدة تنغمر في المصالح التي عملها والتي لا يشاركه فيها العامي، فالعالم والمجتهد مشتركان في أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهما لوجود العذر، ومفترقان في الثواب، فثواب المجتهد أعظم، لكن هذا الفرق لا تأثير له في كون المجتهد يلحقه الذم أو لا يلحقه، وإنما هو فرق بين العام والمجتهد في كون المجتهد وإن خالف الحديث إلا أن مخالفته وإن كانت مفسدة مغمورة في المصالح التي ترتبت على اجتهاده. ولهذا قال رحمه الله قال الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب يعني في عموم
الحديث الخبر الذي ورد فيه الوعيد اعتقاد جميع الأمة للتحريم، هذه الحال الأولى، أو يكتفى باعتقاد العلماء، يعني باعتقاد جميع علماء الأمة، وهذه هي الحال الأولى. فإن كان الأول وهو إجماع جميع أفراد الأمة لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط وهو إجماع جميع الأمة متعذر. وإن قيل، وهذه الحال الثانية، يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له، يعني قيل في الجواب على هذا، إنما اشترطت إجماع العلماء، يعني إنما حملت الحديث الذي فيه وعيد على ما أجمع عليه العلماء حذراً من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئاً. وهذا، يعني هذا المحذور بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من عامة المسلمين، فإن محذور شمول اللعنة لهذا، يعني للعامي، كمحذور شمول اللعنة لهذا، يعني للمجتهد. فإذا أخرجت المجتهد من الوعيد الوارد في الحديث فيلزمك ماذا؟ أن تخرج العامي، لأن محذور شمول اللعنة للعامي كمحذور شمول اللعنة للمجتهد. ثم قال: ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال، يعني لو أن صاحب هذا الاعتراض قال: هناك فرق بين العامي والمجتهد، وهو أن ذلك، يعني المجتهد، من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين، وهذا، يعني العامي، من أطراف الأمة، يعني من عوام الأمة، فالعالم لا يدخل في الوعيد بخلاف العامي فإنه يدخل في الوعيد. يقول: هذا الكلام لا يفيد المعترض ولا يخلصه من الإلزام الذي ذكر. لماذا؟ قال: فإن افتراقهما، يعني افتراق العام والمجتهد، من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم وهو ماذا؟ الوعيد. افتراقهما من هذا الوجه وهو أن المجتهدين هم فضلاء الأمة وخيرها، هذا الوجه لا يمنع من اشتراكهما في الحكم وهو الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرماً لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. وبناء على هذا يكون العامي أولى بالعذر من المجتهد. فعلى هذا يلزمك، يعني يلزم المعترض، أنه يخرج عامة المسلمين من دلالة الحديث كما أخرج المجتهدين، وهذا يلزم عليه أنه لا يدخل في الحديث إلا عدد كثير من الأمة أو قليل، عدد كثير، عدد قليل من الأمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بخطاب عموم الخلق إنما خاطب عددا قليلا، وهذا فيه إضعاف لدلالة الحديث. وهذا رد قوي أو ليس ردا قويا؟ هذا رد، رد قوي. قال: ولهذا قيل احذروا زلة العالم، يعني لأن خطأه أعظم، فإنه إذا زل زل بزلته عالم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعلماء من الأتباع. فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، إن كان هذا وهو من
المجتهد، فلا أن يعفى عن الآخر وهو من العامي مع خفة مفسدة فعله أو لا. ثم قال: نعم يفترقان من وجه آخر، يعني المجتهد والعامي يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا أي المجتهد اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثواباً لم يشركه فيه الجاهل، فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع، فوقوع العقوبة على العالم على المجتهد ممتنع لأنه لا يستحق، وكذلك وقوعها على العامي الذي لم يعلم بالحديث ممتنع، جليلاً كان وهو المجتهد أو حقيراً وهو من؟ وهو العامي. فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين، يعني لا بد من إخراج هذا الممتنع وهو ماذا؟ وهو غير المستحق، لأنه قال في الكلام الأول وقوع العقوبة على غير المستحق ها ممتنع، ثم قال لا بد من إخراج هذا الممتنع وهو غير المستحق من الحديث بطريق يشمل القسمين، يعني يشمل المجتهد ويشمل العامية أيضا. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام عميق يحتاج إلى كثرة لمراجعة، وإن شاء الله يعني بعد يعني محاولة تفهيم كلامه رحمه الله اللي إذا راجعتم وقرأتم هذه الوجوه بتركيز ليفهم منكم كل منكم بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في سائر كتبه كلام عميق ودقيق، وأحياناً يقرأه القارئ فيفهمه كله، وأحياناً يقرأه ويفهم الأصل الذي يريد تقريره على وجه الإجمال لكنه لا يفهم التفاصيل، وأحياناً يقرأه ولا يفهم منه شيئاً، ولا سيما إذا ناقش الفلاسفة وناقش المتكلمين بمصطلحاتهم فلا يكاد يفهم من مما يقول شيء، لكن يكفي في مثل هذه الأحوال أن يفهم مقصوده ومراده الذي يريد تقريره، وإن حصل الجهل بالتفاصيل التي يذكرها، وهو رحمه الله بحر زخار متلاطم يأتي المسائل من كل جهة. وهناك فرق بين طريقته وطريقة تلميذه ابن القيم رحمه الله، فابن القيم كلامه منظم كمن يأتي إلى جدار إذا أراد أن يناقش يأتي إلى جدار ويأخذه طوبة طوبة حتى لا يبقى منه شيء، أما شيخ الإسلام رحمه الله فهو كمن يأتي إلى جدار ويضربه بيديه ورجليه من كل جهة حتى يسقط دفعة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.